كل الطرق تؤدي إلى روما. مساكم الله بالخير من روما. اللي خمن أن إيطاليا ما عجبتني غلطان. أنا إيطاليا من أكثر دول أوروبا اللي عجبتني. من الأمور المهمة عندي البلد اللي أزوره الأكل، والأكل الإيطالي معروف أنه لذيذ جدا وأنا أحبه. يعني مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا والدول هذه ما عندهم أكل، ولما يصير وقت الوجبة يضيق خلقي، جد يضيق خلقي. ومن الأمور اللي محافظين عليها ثقافيا وكجزء من هوية الإيطاليين هي الأكل، لذلك كثير من المحلات تبيع الباستا النية وتبيع الزيتون وزيت الزيتون، جبنة الموزاريلا وجبنة البرميزان. من الأمور اللي عجبتني بإيطاليا شعبهم ودود جدا ومو مغرور أو متكبر، يعني ينظر لنا بنظرة دونية مثل بقية دول أوروبا. والمناظر اللي صورتها بنابولي مثلا أنا أحبها، وأحب الأزقة القديمة حتى لو كانت يعني فقيرة جدا، أحبها وأحس أنها على طبيعتها وما فيها تصنم. لكن وجهة نظري أن لازم نطلع الجانبين، الجانب السيء والجانب الحسن، ولأن الجانب الحسن كل الناس طلعونه، كل وسائل الإعلام طلعة، أنا فضلت أطلع الجانب الآخر اللي قليل من الناس يعرفونه. دائما أتكلم عن اختلاف الثقافات، وأن الأمور اللي مو زينة عندنا مثل الفساد والفقر وغيره موجودة في كل مجتمع، لذلك أنا أحاول إبراز هذا الجانب عشان ما ننبهر بما عند الغرب وهو عادي لكنهم ضخموا بتسويقهم. لما تكلمت من يومين عن الفساد في إيطاليا، الفساد السياسي، وعن برلسكوني، أضاف لي بعض الأخوة أن الفساد في الرياضة بلغ لدرجة أن نزل بعض الأندية درجة ثانية ودمر الدوري الإيطالي اللي كان من أقوى دوريات العالم. عندي مشكلة أعاني منها هو أني أهوى العطور هذه، عطور النيش بارفيومز. المشكلة أنها غالية جدا ومو متوفرة بكل مكان. اللي صدمني أن سعرها في إيطاليا أرخص من عندنا ب 30% تقريبا. مثل هالعطورات يبون منها كمية محدودة بالكويت، 24 قطعة بالسنة، وتخلص بسرعة ومو موجودة بدول الخليج. سعرها 60 دينار بالكويت وهني ب 100، وإذا حسبنا التاكس ريفاند يرجعون تقريبا 15% أو أكثر، يعني يطلع أقل من 85 يورو. أنا مثل ما قلت لكم ما أحب أسوق لشيء، لكن هذا الشيء أنا أعاني منه وأحطه حق اللي مثلي. لقيت محل واحد ميلانو يبيع من العطور هذه لكن ما يسوي تاكس فري. ميزة العطورات هذه أنها فريدة ونادرة، وتصممها دور عطورات عالمية مثل دور الأزياء، والأهم من هذا أن روائحها فريدة وتطول وايد. الإجراءات الأمنية أكثر تشديد هنا في روما، وهذا عند مبنى يبدو أن السفارة الإسبانية، ونادر ما تشوف الجيش هنا. دائما نتكلم عن اختلاف الثقافات، وسبب تطور الغرب هو اختلاف ثقافتنا عن ثقافتهم. المختلف بينه وبينهم أنهما متطورين جدا بسبب المياه اللي عندهم اللي قامت عليها حضارتهم. احنا عندنا المياه شحيحة وحوشنا سنين قحط وجد، وهم الماء يهدر عندهم بالشوارع، وأحواض الماء الشرب اللي بالشوارع ما فيها صنابير، مفتوحة على طول. وجود الماء سبب قيام حضارة، والحضارة طبعاً واكبها علم بسبب الرخاء، وهذا اللي خلاهم أكثر قوة وأكثر تطوراً منا. إحنا قبل 100 سنة كنا صحراء ما عندنا حتى الأكل. إحنا ما نقل عنهم ذكاء واطلاع وثقافة، لكن هم توفرت عندهم أسباب ما توفرت عندنا، خلت أو سهلت عليهم الثقافة والاطلاع، واهتموا بالبحث العلمي، وإحنا كنا نتقاتل عشان لقمة أو رشفة ماء. مثل ما ذكرت سابقا أن الحضارات تدور بشكل دائري، فتصعد وتنمو ثم تنخفض وتنحدر. إحنا حضارتنا بلغت ذروتها ثم انحدرت لأسباب مادية وأسباب طبعا شرعية. الأسباب الشرعية أن إحنا تفرقنا وابتعدنا عن ديننا اللي هو كان سبب قوتنا.
والأسباب المادية هي أن عاشتنا سنين أو عقود وربما قرون جدباء وقحط، جعل كل همنا وشغلنا الشاغل هو لقمة العيش، وأبعد عنا الباحثين عن العلوم الدنيوية. فالمهتمين بالعلوم والابتكارات والاطلاع يبحثون عن الأماكن اللي يتوفر فيها البيئة العلمية مثل الجامعات أو غيره، وإحنا هذا طبعا اندثر عندنا فترة طويلة. خلاصة كلامي إن الوضع اللي هم قاعد يعيشون الحين هو ذروة حضارتهم وقمتها، وهذه مردها تنحدر حضارة أخرى وتحتل مكانهم في القمة، وهذا حال الدنيا كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إحنا لما انتقلنا من الفقر إلى الثراء بعد اكتشاف النفط نسينا ماضينا ومسحناه بالكامل، وهذا المؤسف في الأمر. بعض دول الخليج بدأت مؤخرا تهتم بهذا الموضوع، لكن ما زلنا مقصرين للحين. طبعا الأوروبيين اهتموا بماضيهم وسوقوا له سياحيا، وأصبح دخلهم مدخول أكثر من نفطنا، واللي ساعدهم أن تراثهم حجري وإحنا تراثنا طيني، وهذا اللي خلى تراثنا يندثر أسرع من تراث. هذا مثال على الفائدة اللي يجنونها من تراثهم سياحية. هذه النافورة يمكن يزورها سياح أكثر من السياح اللي يزورونها لدولة كاملة من دولنا على مدار العالم. قبل أيام كنت أتكلم عن الكوينز أو العملة المعدنية اللي يقطعونها في النوافير علشان الحظ، وهذه نافورة تريفي متروسة عملة معدنية مع أنها مفتوحة من أسابيع فقط بعد ترميم كان مدة 11 شهر. عندهم قابلية الاعتقاد بأي شيء يجلب الحظ أو الرزق أو التوفيق. أكثر شيء ألقى صعوبة في استيعابه هو الفرق بينه وبينهم بالتدفئة، وهذا فرق ثقافي طبعاً، اختلاف ثقافات. هم يدفون أماكنهم المغلقة بشكل يخلونها ساخنة جداً مثل درجة حرارة الصيف، بتواجه مشكلة كبيرة إذا أنت قاعد تسوق، تطلع من مكان وتدخل مكان، تطلع مكان بارد تدخل مكان ساخن جداً، تضطر تشيل جزء من ملابس. المشكلة الأكبر إذا كنت لابس ملابس داخلية عشان تدفى بالجو البارد ودخلت مكان حار، هني المشكلة. نظام التدفئة عندهم يعتمد على المياه، الدولة تسخن الماي أو الجهة المزودة الماي سواء شركة أو الدولة تسخن الماي وتوصل لهم للبيوت ويمررونه داخل البيت تحت الأرض وفي الأسقف أحياناً وعلى الجدران بأجهزة مخصصة للتدفئة. تلقى جهاز مثل دفاية الزيت عندنا مثبت بالحائط، تفتحه تزيد وتقلل الحرارة كثر ما تبي، يسخن البيت يخليه ساخن، فيلبسون ملابس صيفية وهم داخل البيت بعز الشتاء. وحتى لو ما شغلته غالباً تكون الأرضية دافية لأن الماء يمر على تحت الأرضيات يدفي الأرض ويعطي جو عام للبيت داخل، ويمرون الماء في أنابيب داخل دورات المياه يعلقون فيها المناشف، بعد ساعات تنشف الملابس أو المناشف مهما كانت رطبة لأن معلقة على نظام مثل نظام تدفئة.